ولازم تفهم كمان أنه هذا أول وآخر اختبار حقيقي بالنسبة لك. ولا والله والله وحق مين بعت لي إياك إذا بدرى أنك خابس أي تقبيصة اعتبر ما عاد عندك أب. وحياتك رح يكون عند حسن ظنك. أنت بس فهمني شو لازم أعمل. ولا شيء. كل يوم الصبح بتحضر حالك، بتجي السيارة بتاخدك لعند بلال، وهنيك من تم ساكت بتشوف وبتسمع وبتتعلم. عم تفهم علي؟ جيب لي فنجاني. ما فهمت عليك. تسمع وبتشوف تتعلم، يعني حركات بلا طعمة ما بدنا. هذا الخطأ الأول هو الخطأ الأخير. طيب أمرك. بتمنى أنه ما تخسرني بابا. الأغلاط اللي صارت صدقني بحياتها ما بقى تنعاد. أنا بدي إياك تنسى فارس القديم يلي قدامك. هلأ فارس جديد نظيف خلنج عجينة بتكونها مثل ما أنت بدك. تعرف ليش عم بحكي معك هيك؟ أنا هلأ بموقع الكل حاسدني عليه، والكل بيتمنى يأذيني إذا قدروا. شو المغزى؟ المغزى أنه ما بدي أي غلط. تفهمني؟ تاخذ رأيي بكل شيء وبتتعلم من رجالي، واللي صار بالماضي نعتبره صفحة وانطوت قلبناها. بس إذا بشم ريحة الماضي هلأ بالحاضر يا ويلك. عم تفهم؟ مو بس عم بفهم، كلامك انحفر جوات القشرة الدماغية تبعي. تمام هيك؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب بابا شو الوضع مشان الدعوة؟ يعني مش الحال؟ لسه بس ما في ملاحقة، يعني اسمك انشال والمحامي رح يحضر عنك الجلسات. شو يعني؟ قال لي رح يماطل فيها لحتى نعرف كيف بدنا نحلها. صار فيك انت تطلع وتفوت طالما مثل ما قلت لك انشال اسمك. عم تفهم؟ مشان هيك عم بعيد وكرر عليك اخطاء ما عاد بدي. ما قلت لك وحياتك ما بقى اعمل شيء. ولك ممنوع تحلف في حياتي. خليك. كيفك يا عماد؟ نايمة. خوتي الحبة لوجع الراس بتخليك تتذكر اسمك. يلا حاضر. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. لو سمحت بدي أشوف السنسال هاي. هي تكرم عينك. تفضلي. سلم هالإيدين يا عمري. والله ما كان في داعي تعذبي حالك. شو عم تحكي انت؟ عذابك راح. بعدين انا بعرفك بتحب الفضه مشان هيك جبت لك سنسال تقيل. يعني اذا ما لقيت شي بنت حواليك السنسال بينبهك وبيقول لك ممنوع الاقتراب والنظر. وحياتك يلي عنده ايمان ما بيطلع بحدا تاني بهالعالم.
فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. قد ايه بتريد حقه؟ 200,000 رح أحسب لك يا تكرم عينك. طيب أنا رح أخده بس ما معي كل حقه. ولا يهمك، أنت ادفعي لي رعبونه وأنا بشل لك يا عجنب. تضرب أنت وصوبية الحطب. يسعد لي صباح البارون. لك لا عن جد شلون بتحملها؟ والله أنا امبارح سطمت. شو بدنا نعمل؟ تعودنا. علمي مشان الموضوع اللي حكيتك فيه امبارح. ايه امبارح صحيح. قلتك من امبارح لليوم يكون هشام طلع وصار بالبيت مو؟ والله حقك تنقريب، بس انت بأكد عليك انت. عميقو أكدت علي كتير. هلكتني. بور فابور بقى. باردون يعني. هلا بارون. شو شارد؟ والله شارد بقصة ما في خواص. لازم تنزعي لي مرائي. لجأتي يا بلوش. آسفة ستي، سامحيني. آسفة؟ سامحتك لأنك ذكية. هات لشوف شو القصة. مين؟ مديري السابق. رد شو ناطر؟ الو؟ يا هلا وسهلا استاذ، تحياتي. تمام الحمد لله. ايه طبعا اكيد. اكيد. نلتقي. هلا. تقبرني هذا خالك؟ لا ستي، واحد بعرفه. حدا بتعرفه؟ ايوه. خير ان شاء الله. شو بك؟ اتاري لك الشحط نوعين، شحط بيعلي وشحط بينزل. شو قصدك؟ شو بده؟ انا الشحط علاني ما نزلني على فكره. قلي انه بده يرجعك على الشغل. ما بعرف بس صاير هيك عم بيحكي مثلنا. ليش كيف كان يحكي؟ كان يحكي وهو شام مريحة كرها. ليكون دريان باللي صار؟ أكيد، ما نحن نظام مؤسسات.